حياة محمد أحمد يعقوب تقدم بين اثنين. عقلك لو سليم احفظ سلام توصونا، ما تتابع رجال أصحاب عقول مجنونة، تابع دي الرجال المولى كان في عونا، أصحاب الرسول للجنة هم سبقونا، ولرجال التصوف أوعى تصبح تابع، معقول تبرى شيخ قال قوموا هدوا الجامع، ونعيش نبنى زود عن ديننا يومنا دافع، وإن أخلصنا جد ما بهزنا المتراجع، وما بضرونا ديل أهل الدلاقين، لا لو العاقد عليهم عايش أسوأ حالة، وسياد الطرق غشين حريم رجال، باسم الدين بيعملوا في أمور بطالة، باسم الدين بيزنوا بحلوا كل جريمة، معقول يدوا الغلام بس بتفاف وعزيمة، بدوب أمور بطالة ربي عليمة، حق الناس بقول تحفظ بنات حريمة، وحق الناس تميز لو بالقليل الظاهر، وبالمنطق تقارن وما تنخدع بمظاهر، كده ركز معاي بس خلي قلبك حاضر، بقول لك قول صريح ما بدور عشان وتذاكر، بتفهم لو بليد ما إلا تصبح شاطر، لأنه كلام عديل بين سر به وبين جاهر، لو دار تستقيمه ويبقى قلبك طاهر، لما الحق يجيك ما تبقى بعده مكابر، والحق والله ما قول المكاشي وناسه، الحق داير دليل ما في زول يجيب من راسه، ودليلنا الكتاب والسنة أصله أساس، واحفظوا للكتاب ما تنسوا ما تتناسوا، وبين اثنين بين اثنين فريق حير خيار الحلة، أصحاب العقول الحرة ما بتتزلى، راجل هدى بيته عشان يقيم بيطلع قاسة عشان وعانى بيطلع وبيتدلى، والتاني السيء في بيته سوى مباني، شام خات فوق تفوق بيطلع فن عمراني، وبعد الطابق الأرضي بيسوي التاني، ما عمر له مسجد بل عليه وكان جاني، هم اثنين في الرجال بينهم فوارق هايلة، راجل زول كريم رايه بعدل المايلة، والتاني اللئيم شيخ الجهال والحايرة، شيخ شبه الحريم والعلم فيه ما خايلة، وداير أسأل سؤال إذا انتو قال ناس آخر ليه انتو بتسووا خراب مساجد عامرة، وليه ما دام بيقولوا الناس نفوسكم طاهرة بتسووا الخبيث درب النفوس الخاسرة، ولا فيكم فراسة ولا صلاح لا مروة، وفي الحار بتنكروا ناسكم وما بتعرفوا الخوة، ولو دايرين تغيروا ديننا يا شبه الرجال بالقوة، ليه بتغشوا ناس وانتو بتصنقروا جوا، وحالكم بالسواد غاشين خلايق ياما، عماركم كله في الدنيا القليلة ياما، أسرتكم زمان وبقيتوا من خدامة، سويتوا الرزق في خداع جهال عوامة، وفي خداع النساوين كل يوم بتمسوا تبيتوا بقروش المساكين، فطرتوا واتغديتوا، لو كان المسيد لعمار وانتوا أبيتوا ليه رب العباد دايرين تكسروا بيته، لو كان المسيد لعمار وانتوا أبيتوا ليه رب العباد دايرين تكسروا بيته، ليه رب العباد دايرين تكسروا بيته.